ما شاء الله يا عيال عرعر ساهر ورا ساهر مطبع على طول ورا المطبع على طول ثلاثة أربعة يوقفونك يعزمونك ما شاء الله والله من الكرم والله من الكرم تعشى عندهم وتغدى عندهم وتفطر عندهم وتاكل مخلفات عندهم وترجع على هلك والله أكثر شيء شفته بالحياة عندهم ساهر ساهر أعوذ بالله أول مرة ربط حزام يمكن بالحياة أنا متعود بالرياض دائما أطلع تعدى ساهر أحطه ورا عند المرتبة لما يجي ساهر الثاني أكون من القهر من القهر شوف شوف ما يمديه يتكلم عطوه ساهر ما شاء الله يا ولد أعوذ بالله صور صور خلاص هي خربت أصلا خربت ما غير ساهر 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 تقرمشت كل شوي منزل جوالي رابط حزام مخنوق فيه أعوذ بالله من السواحل بس ولا اللي يعزمون والله هنا تستاهلون والله يا هالعرعة من أبو موسى هذا من أبو موسى دقيقة خلنا نرجع شوي العبارة قيما على الفطرة قيما على الفطرة من يتكلم يصعب على جزل القصيدة اختصاره وانا وهالعرعر وشعري مواليد متوافقين بالسطرة وانا معار هجيلهم تكليف ما هو تشريف هم منطلق شعري وسر انتشاره محبتي من قلب ما هي سواليد عرعر قلبي تستحق الصدارة هجيلهم تكليف هم منطلق شعري وسر انتشار محبتي من دوم ما هي سواليف عرعر قلبي تستحل الصدارة منها بها عنها لها العز تعريف والعز ما تطفي مع الوقت نار ومقيل عطنا منزلتها خلقنا ناس ما نقبل الهون هذا بلانا يا مدور بلانا ما نلتفت للي ورانا يهدون من زمن الله ما ناظر ورانا وش ذنبنا يلي علينا تبلون مدام ربي رافع مستوانا اسواتنا ما هي مثل ما تسوون واسواتكم ما هي تبحث خفانا بعض العرب في سلمهم سلم صهيون طعناتهم دائم تجي في قفانا وبعض العرب عاله مثل ما يقولون حمل علينا بس ما هم معانا وبعض العرب يجعلهم ما يهونون حنا ذراهم مثل ما هم ذرانا يا قاع يلي فوقك الناس يمشون يا ولا وصلتي سمانة ويا بنت يلي مشغله من يمرون من شافك يردد هذا الموت جانا بالهون يا سيد الرعبي بالهون جانا من الدنيا ترى ما كفانا مليت أجامل ناس هاي جايز طلعتني على طول يا ولد تقول شي شحالي قاعد يقرا ليش ما شاء الله تبارك الله هذا ولد اختي هسه اللي راحت ورع الحين ما شاء الله اكبر مني ما شاء الله والله صاير اكبر مني بعدين شوف شو مطلع لي تقول الشيخ غليص